في دبي حطوا ميزانية مخصوص ب 150 مليون دولار لعمل برامج لكل صانعي المحتوى اللي حاسين ان هم هيفرقوا مع المجتمع في دبي. متخيلين اصبح صناع المحتوى صناع مش هقول عليهم انفلونسرز لان احنا عدينا المرحلة بتاعت الانفلونسرز. صناع المحتوى هو مجموعة من الشباب بنات او ولاد بيتكلموا في شيء جذب انتباه كتير جدا من المتابعين، ابتدى الناس يتابعوهم، ابتدى الناس يحبوا يشوفوا حياتهم يوم بيوم، فابتدوا يبقوا شخصيات مؤثرة كبيرة جدا ممكن تعمل فرق في حياة اي حد بيتفرج عليهم. من ضمن الشخصيات المؤثرة اللي عندنا بقى هنا في مصر، واللي انا اتمنى ان غيرها وغيرها وغيرها من الشخصيات اللي تستحق الدعم ان احنا ندعمهم، هي سيرة يوسف. سيرة يوسف هي يعني شخص بيعمل صانع محتوى وكمان عندها موهبة التعليق الصوتي على الأشياء، ودي حاجة جديدة احنا بنشوف يعني كل شوية في صانع محتوى بيطلع بشيء متميز عن الآخر. فبيسعدنا يكون معنا سيرة، أهلا وسهلا بيكي. أهلا أم بحضرتك. فايا أهلا الشهرة بحضرتك. شكرا جدا ليكي وشكرا على التقديم الجميل ده. أقل حاجة أشكرك، ربنا يخليك. بنجد تحية ليكي وبنجد تحية لكل المشاهدين. وفكرة إن أنا أعمل محتوى بس محتوى حقيقي وليه هدف ويجيب 5 مليون وفيديو يحقق 20 مليون، هل أنت كنت مخططة لده ولا القصة حصلت صدفة وحب وهواية وشغف؟ هو الحقيقة أنا بدأت العمل على السوشيال ميديا كصناعة محتوى هو بإحساسي بلس شوية دراسة كده كنت درساهم للسوشيال ميديا وشغل كنت بشتغل تقريبا بقالي سنتين في مجال السوشيال ميديا بس مش لنفسي. كنت شغالة ماسكة صفحات حد؟ بالظبط، كنت بشتغل في شركات بتمسك صفحات لأفراد حاجات زي كده. بعدين قلت طب ليه ما اشتغلش أنا الشغل ده لنفسي طالما أنا عندي محتوى الحمد لله، أنا عندي موضوع الأداء الصوتي ده شغل يعني دي مهنة، فالحمد لله انا بدرب بشتغلها من زمان، بسجل ليا محتوى كتير بصوتي في بلاتفورمز كتيره للصوت، فقلت طب ما اجرب اسوق لنفسي. نزلت فيديو لنفسي مره يعني بس كان بدون خطه الصراحه، يعني ردا على سؤال حضرتك هو الموضوع ما كانش متخطط له من البدايه. كان ايه الفيديو بقى؟ كان على كان اداء صوتي لجزء من كتاب ناريشن زي ما بنسميه ناريشن او قراءه كتب صوتيه. الحقيقه الفيديو جاب 0 فيوز، ما لقيتش اي حاجه. احبطك احباط شديد وبقيت لا مش معقول يعني ما حدش شافه خالص. ادخل من موبايل جوزي ابص على الفيديو الاقي 1 فيو، الله ده طالع بقى، ده المفروض موجود بس هو ما بيتشافش. مسحت طبعا الفيديو وكان عندي احباط انه لا خلاص الناس مش عاجبها صوتي. بدات بقى اشك في موهبتي امكانياتك انت ان انا اللي عندي مشكله. واحده واحده بدات اطلع بشكل تاني، بحكي قصص للناس وانا قاعده كده بتكلم وانا بطبخ وانا بعمل حاجه، جزء من حياتي ان انا ام وان انا ست بيت، فبدات الاقي قبول شويه. طب بتطبخي بتحكي لهم ايه بقى؟ بحكي لهم قصه كده في يومي حصلت بس بالشكل اللي الناس ممكن بس قصه انت عاملاها مش موجوده. لا حقيقي. موجوده، لا ده موقف حصل في حياتي موقف بالفعل، بس انا بقى احب اعالج شويه المواقف، يعني ما اقولش الموقف زي ما حصل كده فما يطلعش منه اي حاجه. وبحب اعالج المواقف لايت اكتر. يعني انا هي دي شخصيتي، انا بحب الضحك والهزار شويه. دمها خفيف وقصه بتحكيها بس بشكل خفيف. بالظبط كده، فبداوا الناس ايه ده بتحكي كويس بتاع ده جزء من شغلي ستوري تيلينج. طب امتى بدات بقى تبقى فاية معاكي بنتك والناس تعرفك بأم فايا؟ في عندنا أم مين ومين 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 بس بيقدموا محتوى وليهم متابعين بس بيقدموا محتوى شلل السنين، لكن انت بتعملي فعلا محتوى حقيقي، فامتى بقى بدأت تبقي أم فايا؟ وأم فايا دي شبه أم أكيد مين لما مين جات مين ولا كان بصوت؟ ده حقيقي، أنا كنت كل الفيديوز اللي بعملها ما تورينا فاي ما تورينا فاي، ما كانش في مجال ان فاي تخش في الفيديو لغايه لما قررت اعمل فيديو لانش بوكس. ما هي كانت اول سنه ليها في المدرسه السنه دي وانت وهي بتناقوا مع بعض لانش بوكس السمستر بتاعها، فقلت بقى اطلع اعمل فيديو لانش بوكس، فطلعتها معي اول ثلاثه فيديوز الصراحه طلعت انا لوحدي، طلعوا ترند وبشكل انا مش مخططه له نهائي. اول فيديو لانش بوكس اتعمل ده كان تقريبا افشل فيديو انا صورته،
الفيديو كان فيه لخبطه كتير واتمسح مره وعدته تاني، فيعني كان فيه كده شويه حاجات ملخبطه، وسبحان الله هو ده هو ده اللي طلع ترند. من بعدها بقى الناس عايزين يعرفوا اللانش بوكس بتاع فايا ده فين فايا بقى، يعني ورينا بقى فايا اللي احنا بنعمل لها اللانش بوكس ده. بدات فايا تطلع معايا، وهي الحمد لله بنتي برضو متكلمه، ويعني عندها حسها الفكاهي كده، بتحب برضو تهزر. فبدانا نطلع نتكلم، بقيت احس ان مثلا لو بنتي حافظه حاجه بتعرف تقول حاجه، في اطفال بيشوفونا، وطالما في طفل في الفيديو اكيد هيلفت انتباه طفل مامته بتسكرول عادي، مامته قاعده جنبه بتبص هيقول لها وريني. فبقيت احب ان بنتي تقول كلام حلو، تبتدي تعلميها؟ حافظه الفابتس تقولها، حافظه ارقام، حافظه اغنيه في المدرسه، بس حاجات تعليميه. أيوة. مش اي كلام، حتى لو حاجه هزار مش مشكله، بس ابقى عامله حسابي ان انا كل فيديو بصوره معاها لو طفل بيتفرج يطلع بحاجه حتى لو صغيره كده. طب الفيديو اللي عمل 20 مليون ده كان الترند ده، الفيديو ده كان باحساسي جدا كده، فتحت الكاميرا وبدات اقول اللي عندي في دماغي كله. احيانا بحس ان انا عايزه اطلع اللي جوايا في الفيديو بجد، ما ببقاش كاتبه حاجه وما ببقاش حاطه نوتس. انا عاده بحط نوتس قبل الفيديو على فكره، ما بطلعش اعمل الفيديو هباء حتى لو هزار كله، بس بيبقى فيه نوتس مكتوبه. فتحت الكاميرا وطلعت بطبيعتي. كنت فاكرين في يعني ايه؟ ولا حاجه صدقيني. طلع ترند 20 مليون في ولا حاجه. بتكلم بقول للناس ازاي انا بجهز اللانش بوكس الفايا، وقد ايه المس بتاعتها شايفه انه اللانش بوكس اللي انا بعمله ان هيلثي. يعني ايه انا ام ان هيلثي؟ ممكن تفهميني ايه الان هيلثي في الاكل ده؟ يعني دي على فكره من الحاجات اللي انا اتعلمتها فعلا من الناس ومن كومنتاتهم. لا يا سيره خلي بالك كذا مثلا يتحط كذا، مش عارفه ايه، يعني دي برضو فايده. يعني انت كنت بتشتكي وانت عارفه انك غلطانه. ده حقيقي. يعني انت كنت عارفه انك ان هيلثي بس كرامتك كانت وجعاكي. ده حقيقي. لا بس كرامتي كام لو سمحتي ما تقوليش عليا ان هو لما تشوف بال 20 مليون من وجهه نظرك كصانعه محتوى ليه؟ لان الناس حست انه انهم كلهم انا والله اقول لحضرتك هو ده جزء من اجابتي اصلا. أيوه. الناس حسوا ان في واحده بتتكلم بطبيعتها. انا مش عارفين ايه، احمد ربنا ان احنا بنسمع كده. احنا كامهات وتربينا على ايد امهات بالظبط، وتربينا على ايد امهات ما كانوش بيركزوا قوي في حته هيلثي وان هيلثي واللانش بوكس المتكامل. انا فاكره ما كانش عندي لانش بوكس اصلا، ولا انا كان يعني كان هو كيس سندوتشات وخلاص، ولو في جنبه مثلا كيس في خياره في جزرايه الحاجات دي. لكن دلوقتي الموضوع بقى توسع، فانا شايفه ان الناس شافوا واحده زيهم، هي مش فاهمه برضو بتعمل ايه قوي. انت سيرة انت كل مره بتعملي فيديو بتخترعي في اللانش بوكس حاجه؟ لا انا مش بخترع في اللانش بوكس، انا بخترع في الحاجه اللي انا بعرف اعملها كويس اللي هي الاداء الصوتي، وده اللي مخلي الناس لغايه النهارده حابين حته الفيديو بتاعي. يعني انت بتتكلمي باداء صوتي حد تاني؟ بالظبط. لا مش حد تاني، ممكن مثلا نقلد حته كرتون انا وفايا مع بعض. نأدي. فالاداء ده بيخلي الناس تحس ان هم كرتون وانتوا بتتكلموا عن هذا شيء. يعني مش قوي، بس في مثلا هي حافظه حته من كرتون. الحته دي فيها شخصيتين. انا شخصيه وهي شخصيه. تمام. قولي لنا دلوقتي الشخصيتين يعني اللي انت بتعمليهم. اوكي. يعني مثلا في مره عملنا شخصيه رابنزل ومامتها. اوكي. فهي بتقول لها رابنزل دلدلي شعري. حاضر يا ماما. رابنزل قربت اعجز وانا مستنيه. يا ماما من بدري بقول لك حاجه مهمه ومش فارق معاكي، فهقول لك بكره عيد ميلادي. تاتا. لا 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 انا فاكره كويس، ده كان السنه اللي فاتت، ما هو ده الغريب في اعياد الميلاد بتيجي كل سنه. وده وانتوا بتعملوا لانش بوكس بالظبط كده، بس ما بتتكلموش عن اللانش بوكس. احيانا بقى يعني ساعات كده تقولي مثلا مش بحب ده. مش عايزه. في كلمه كده علقت مع الناس مره، قالت لي كنا عاملين حمام فيلم، حطي لي حمامه. فقلت لها لا يعني مش للدرجه دي. حاجات بقى تعليقات كده منها، وانا بسيبها تقول اللي هي عايزاه، يعني مش عايزه احفظها او اخليها تقول. لا لا عشان ما تفتكرش كلام معين. بالظبط. طبيعتها طبيعتها. انت كمان مش بتقصدي ان انت تستخدميها معاكي، ودي حاجه كويسه. الحمد لله ان انا عرفت اعمل ده، يعني عرفت ان هي ما تشبطش وما تبقاش لا انا عايزه اطلع لوحدي، انا عايزه. فاي مش مهتمه بالتصوير نهائي. وما عندهاش حتى سيرة انت على التيك توك ولا على الانستجرام؟
هو انا عندي الاكونتس بتاعتي على الثلاثه بلاتفورمز الاساسيين دلوقتي. اه ده انت وعدتك فايا وباباها ومامتها. انت اتجوزتي وانت صغيره؟ انت عندك على الانستجرام والتيك توك والفيسبوك. ايه اكتر حاجه جايبه مع الناس؟ طبعا تيك توك، لان انا بدات عليه من زمان، انا على تيك توك بقالي 3 سنين. حاسه ان هو بيقدم لك شهره وماديا؟ بس ماديا تيك توك ما بيكسبش فلوس. هو بيكسب من خلال فيتشرز معينه زي فيتشر اللايف مثلا او كده. اه عشان الناس تبعت لك. بس بصراحه هو انا يعتبر من البلوجرز يعني اللي مش ما عندهمش قوي حته الفلوس والحته دي. انت بتعمليها هوايه دي؟ اه بالظبط، يمكن عشان انا الحمد لله عندي شغلي بره، فانا مش معتمده عليه بشكل اساسي، او مش معتمده على السوشيال ميديا بشكل اساسي. بس طبعا لما بيكون في فرصه ان انا اعمل اعلان، اعمل يعني اعلان عن منتج، ريفيو، اه طبعا الحاجات دي بتفرق معايا. اه طبعا بتفرق معايا. بتشتغلي ايه اصلا بره ده؟ انا فويس اكتر بشتغل. اه انت محافظه على ده؟ اه طبعا طبعا. ما اقدرش اسيبها، ما اقدرش اسيبها. ومن فتره للتانيه سوشيال ميديا سبيشالست في يعني استشارات كده معينه. اوكي. طيب انت اتجوزتي صغيره جدا، وشفنا صورتك انت وجوزك وفايا، الجواز المبكر اخباره ايه؟ والله هو حاجه يعني نفعتني اكتر ما ضرتني الحمد لله، يمكن علشان الراجل اللي انا معاه هو شخص محترم، يعني عرف يهندل الفتره بتاعه المشاكل. بس ما كانش فيه في بالي قوي الوعي بتاع الجواز بدري، ان هي مسؤوليه بجد. احنا كنا اه بنحب بعض وعارفين بعض واحنا صغيرين، لكن حته ان انا ايه ده، ده انا مسكت بيت. اه بالظبط. فجاه كده لا خلفت بقيت ام، مسؤولية تانية خالص. انا خلفت بعد 3 سنين، فدي ممكن كانت مرحله متقدمه شويه. انا خلفت وانا عندي 26 سنه، وده ممكن سن مناسب، لكن متجوزه وانا عندي 22 سنه. طب سيرة، انت جوزك بيشتغل ايه؟ هو جيم ديفلوبر، مهندس. اه بيعمل العاب العاب. اه هو مهندس بيعمل جيمز وبيفكر في جيم يقدر يبيعها وتبقى زيها. عادة بيشتغل مع شركة، هي الشركة بتطلب منه مثلا لعبة معينة بفيشرز معينة. انت متجوزاه وانت عارفة ان هو جيم ديفلوبر؟ اه اه. وده اصلا من الحاجات اللي عجبتنا في بعض، ان احنا اتنين تخصصاتنا غريبة. طب ما خفتيش من بكرة؟ ما خفتيش هفتح بيت ازاي؟ هيفتح بيت ازاي؟ اه النهارده هو عنده شغل، بس دي مش حاجه عارفه حقيقي، مش دكتور، مش مهندس، مش محاسب، اللي هو مش حاجه ثابته. في حاجه ثابته بالظبط. ما خفتيش؟ ما خفتش لسبب ان انا فكرت فيها، يعني انا مش هكذب على حد. اه انسانه عاديه. ما اعرفش هو لو في شوف اللقاء هيكتشف ايه النهارده. بس انا طبعا فكرت فيها، انه انت مش متجوزه دكتور، انت متجوزه اه مهندس بس فريلانسر. ايوه ده اللي احنا قصدنا. والفريلانسر حاجه مش ثابته، والشغلانه بتاعته لسه ما دخلتش في حيز الناس فاهماها قوي. بالظبط كده. ومش شركات كتير بتشتغل فيها، ويمكن الكونسبت بتاعها اصلا مش مفهوم في مصر قوي. بس فكرت يعني بالجانب الاخر، هو اصلا مين شغلانته بقت مفهومه دلوقتي؟ ده في شغلانات كتيره قوي مش مفهومه. ده دلوقتي الجيل الجديد كله طالع فوتوغرافر، بلوجر، فريلانسر في كذا اتجاه. فاحنا اصلا كجيل لينا مهن جديده طالعه، هي مش بس جديده على السوق والماركت، ده جديده على الوعي نفسه. يعني اهلي نفسهم قعدوا 6 سنين في حياتي يسالوني يعني انت بتشتغلي ايه؟ يعني اما اجي اقول لهم مذيعه، اقول لهم ماشي قولوا يعني خلاص بقى. انا مش عارفه اجيبها لهم ازاي، بس هما شايفين بنتنا بتروح تسجل ان شاء الله وترجع، فهي ان شاء الله ان شاء الله مذيعه. طيب فكره بقى ام فلانه وام فلانه وعندهم شهره كبيره وعندهم جماهيريه كبيره وفي ناس بتحبهم، ذوقنا الشخصي ممكن يكون مش متلائم احنا شخصيا يعني مع ناس منهم، لكن ده احنا ما بنفرضش الذوق الشخصي. لكن بس انت بتشوفي فكره استخدام الحياه الشخصيه واولادي، وان انا قاعده على السوشيال ميديا 24 ساعه وكل التفاصيل، او حتى مش 24 ساعه بس انا مدخلاهم في حياتي، بتشوف القصه دي ازاي؟ والله هو انا مش، هو مش حكم يعني، ده مش انا مش بجدج حد خالص. لا راي احنا مالناش. بس بالظبط، هي لو وجهه نظر، فانا شايفه انه يعني دي حتى قلتها في موضوع احسن ام على تيك توك. كان في ولد اسمه مروان كان عامل استفتاء عن احسن ام على تيك توك، فلقيت الناس بتصوت لي كتير والحمد لله كسبت الاستفتاء ده. لقيت استفتاء اخر من ولد برضو اسمه حازم، طب احسن ام على السوشيال ميديا كلها مش تيك توك بس.
فالحمد لله برضو ادرج اسمي ولقيت نفسي خدت اللقب ده. بعدها قعدت افكر بصراحه مع نفسي، انا شايفه ان كل ام بتقدم افضل ما عندها لولادها، وهي شايفه كده من وجهه نظرها. يعني حتى اللي انا شايفاها على الموبايل او على السوشيال ميديا، ايه ده ايه ده، ازاي تعمل كده وازاي تطلع ولادها طول الوقت، دي بتستغلهم دي دي دي، هي بالنسبه لها انا كده بعمل لهم حاجه جميله وانا كده بفرحهم وبشرهم وبشرهم واخلي الناس تعرفهم. يمكن هي فرق عقليات، في حد المينتاليتي عنده عايزه بس شويه مستويات ثقافيه، بس كده مش هنقول عقليات هنقول مستويات، يعني هي مستوى ثقافه فكريه ان هي شايفه ان هي كانت تعمل لهم احلى حاجه في الدنيا. انا عايزه اسالك سؤال سيرة. ناس كتيره جدا محللين ودكاتره نفسيين بيقولوا ان فكره ان انا ابقى حد كونتنت كرييتر او انفلونسر على التيك توك وعلى الانستغرام بيعمل لي حاله من الاكتئاب المنتشر، يعني اللي ما بعد كده. ليه؟ انت النهارده عملتي فيديو جاب 20 مليون فيوز، ده رقم. ممكن تعملي فيديو يجيب 5000، ممكن يجيب لك 200، بيتاثر معاكي بجد. الفكره دي بالظبط هي اللي منعتني ان انا اقرر ادخل السوشيال ميديا من حوالي 5 6 سنين كده. يعني كنت مقرره ده وكنت عايزه اعمل ده جدا، وبعدين حسيت بالاكتئاب اللي بيحصل للعملاء، مش هقول لحضرتك بقى انفلونسرز، العميل نفسه اللي انا بشتغل له ده، لما انزل له كونتنت مره يجيب 10000 فيو وكونتنت مره يجيب 200 فيو، مش هقول لحضرتك 1000، 200 فيو، فلاقيه كان اشمعنى الكونتنت ده عمل كذا، اشمعنى. دي حاجه طبعا اثرت عليه نفسيا، والا ما كانش هيتضايق كده طبعا. لكن اثرت عليكي نفسيا الا واذا طبعا، لانه شغلي وانا كده حسيت ان انا بشكل ما فشلت في 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 او الناس ما بقتش بتتفرج عليا مثلا. فانا نفسي لما بقيت كرييتور دلوقتي، انا دخلت الحته دي وانا الحمد لله عندي وعي بنسبه 100% اني عارفه ان ده كده كده هيحصل. احنا طلعنا ترند، بسأل نفسي بقى سؤال واحد، هو انت كنتي تحلمي بالترند ده؟ لا. فبالتالي انت كان نفسك توصلي له، فعندي الحمد لله اشباع تام انك اوريدي وصلتي. فوات ايفر هابنز نيكست ما فيش اللي مشكلة. هو انا عارفه انه هيحصل، انت كده كده بتطلعي تو ذا بيك وبعدين تبدأي، بس ممكن تنزلي تاني. بس تفكري بقى في تغيير، زي جبت مليون، زي يعني انا راضيه، ما عنديش اي مشكله، مش انا طالعه افكر في حاجه تعليمي بالزبط. تاني هو ده الاستمراريه. لسه كنت هقول لحضرتك ان الموضوع اصلا انت ما بتطلعيش ترند مره واحده في حياتك طبعا. ممكن تطلعي مره واثنين وثلاثه، بس ممكن على فترات. طبعا اول مره بتبقى اقوى مره، لان دي المره اللي الناس بيعرفوك فيها، اللي بيعرفوك فيها اللي بعد كده بيبقوا خلاص هم اوريدي عارفينك. لكن طالما ده حصل مره وارد يحصل كتير بعد كده، لكن لو ما حصلش لا 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 ما نتعقدش. احنا الحمد لله عندنا يعني حاجه احنا ارض صلبه واقفين عليها. انت عارفه انت بتقدمي ايه، عندك شغل، واللي عايزه تحققيه من السوشيال ميديا انك تتعرفي في مجال الصوت اكتر، الحمد لله بشكل كبير حصل. برافو عليك. فانت مش محتاجه حاجه اكتر من كده دلوقتي، انت مش محتاجه حاجه اكتر من كده. واحنا تحياتنا ليكي يا سيره بجد، جود لك، سعداء بيكي وسعداء بيكي جدا، ومعجبين بطريقه تفكيرك وويل دان، وان شاء الله نشوفك متميزه. نورتينا وشرفتينا. ميرسي جدا. شكرا لكم. شكرا. صحنا نطلع فاصل ونرجع بعد فاصل نلتقي مع الفقره الطبيه. ممكن اخلي نفسي اوحش من كده؟ لا بقى مش ممكن، قصدي تتحداني؟ بو شفت؟ كسبت. مش بذمتك انا بشعاوي كمان كئيبة؟ ايوه يا مدام. هو انت لسه شفت حاجة؟ بص لي. انا اقدر ارجع لسن الشباب بصوتي الجميل، اغري الخطاب، لا 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 لا